قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس. فإذا أحس العبد من نفسه تقصيرا تجاه إخوانه أو هضما لحقوقهم فعليه أن يبادر بالتوبة الليلة قبل الغد، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحللها منه اليوم. ما قال فليتحللها منه يوم يكون مستعدا، لا، فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. إن كان عنده حسنات أخذت من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه، كما جاء أيضا في حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: وهو يعدل رؤيتهم ويصوب رؤيتنا. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج. هذا شخص أدى هذه الأعمال بإخلاص، مرجو الانتباه، هذا شخص أدى هذه الأعمال بإخلاص وكان متابعا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكسب منها حسنات، بل وحافظ على الحسنات حتى أتى بها غدا يوم القيامة. لكن هذا رجل أتى بصلاة وصيام وصدقة وحج، لكنه أتى يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، أي عليه تبعات من حقوق العباد، وتبعات حقوق العباد هذه لا يغفر الحق سبحانه وتعالى منها مثقال الذرة. يأتي أصحابها يوم القيامة يطالبون هذا الشخص بحقوقهم، قليلة كانت أو كثيرة. فنسأل الله عز وجل العافية، يا له من موقف عصيب. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولازالت عليه حقوق أخذ من سيئاتهم، إن كانت عليهم سيئات أخذ من سيئاتهم، ثم طرح في النار. هذا شخص بحسناته كان قد جاوز النار وشارف على دخول الجنة، لكن هنا تأتي المقاصة بين العباد ويأتي العباد ليأخذ حقوقهم، فناج مسلم ومكدوس عياذا بالله على مكب على وجهه في النار بسبب حقوق الناس. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عسى الأصل فيها أنها تفيد الرجاء واحتمال الوقوع، لكنها عندما يتعلق فيها الأمر برب العزة والجلال وبفعله فعسى هنا تتنزل منزلة التحقيق، أي من تاب إلى الله توبة نصوحة فإن الله يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات، ما قال جنة، قال جنات تجري من تحتها الأنهار. ونحن في هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة النصوح التي ندخل بها جنة ربنا سبحانه وتعالى. وانظر لهذا الدخول أو هذا الإدخال بتعبير أدق إلى الجنة، انظر إلى هذا اليوم وهو يوم القيامة والناس تعاني فيه من الأهوال، لكن المؤمنين الذين استجابوا لهذا النداء استجابة طاعة وإذعان وتطبيق، انظر إلى كرامتهم على الله عز وجل. قال تعالى: يوم، أي في يوم القيامة، في ذلك اليوم العصيب، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وفيه تعريض بأن الذين لم يؤمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصيبهم الخزي عياذا بالله في ذلك اليوم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، قيل فيه أن الله عز وجل في هذا اليوم الذي تكون الظلمة فيه أسود من الظلم التي عهدناها في الدنيا، الله عز وجل يجعل للمؤمنين على قدر أعمالهم الصالحة وعلى قدر توبتهم يجعل لهم نورا من أمامهم وعن أيمانهم ومن كل جهاتهم
يمشون به على الصراط فيبصرون به الطريق إلى الجنة، في حين أن المنافقين هؤلاء يضمحل نورهم فيجعلون في ظلام دامس، فيضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ماذا يقولون في ذلك الموقف؟ يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. دعاؤهم متعلق بأمرين في تلك اللحظة: ربنا أتمم لنا نورنا، أي اجعل نورنا نورا تاما لا نقص فيه، واغفر لنا، لأن الذنوب هي سبب ظلمة القلوب وسبب تسويد الصحائف عند الله عز وجل. فإن تاب الله سبحانه وتعالى على العبد بيض قلبه ونوره، وبيض صحيفته ونورها بالحسنات. ويقولون: إنك على كل شيء قدير، يكون قلبهم متعلقا برب حليم كريم شكور غفور رحيم قادر على أن يبدلهم من حال إلى حال، قادر على أن يساعدهم على أن يتحولوا من حال المعصية إلى حال الطاعة، ومن حال التقصير إلى حال التوبة، ومن حال الغفلة إلى حال الذكر الذي يستنير به القلب. قناة الأنس الفضائية، ويحلو الأنس مع قناة الأنس.